السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه عن ميزة موجودة في برنامج فينتوي نقدر من خلالها إصلاح أي فلاشة ما بتقبلش عمل فورمات عن طريق إرجاع الفلاشة لوضع المصنع. كنا شرحنا البرنامج قبل كده في طريقة حرق الويندوز بالنظامين الـ MBR والـ GBT. المرة دي بقى هنتكلم عن طريقة استخدام البرنامج في إصلاح أي فلاشة ما بتقبلش عمل فورمات. في البداية خالص هنبدأ ننزل البرنامج من الموقع الرسمي، نكتب في محرك البحث فينتوي زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده، وندخل على موقع تحميل البرنامج عن طريق الضغط على داونلود. بعد كده هنبدأ نختار النسخة الخاصة بالويندوز، ملف مضغوط زي ما احنا شايفين قدامنا بحجم 15 ميجا. بعد كده هنختار الملف المضغوط هنا زي ما احنا شايفين قدامنا بحجم 15 ميجا، وابدأ اعمل بدء تحميل وانزل الملف المضغوط. تمام، بعد كده هبدأ اشوف الفلاشة اللي عندي زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. ادي الفلاشة اللي عندي، كليك يمين وفورمات. الفلاشة مش بتقبل معايا عمل فورمات زي ما احنا شايفين قدامنا، اضغط على ستارت واضغط على اوكي. الفلاشة بيقول لي هنا ان هو مش قادر ان هو يعمل ايه او يستكمل الفورمات. تمام، طيب عن طريق استخدام برنامج فينتوي هنبدأ نفك الضغط عن البرنامج زي ما احنا شايفين قدامنا كده، كليك يمين واكستراكت تو لاسم الفولدر. بعد كده هينتج لي الفولدر زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. هنبدأ نفتح البرنامج زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده، نعمل تكبير للملفات. هنبدأ نفتح البرنامج بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، بيظهر معايا بالواجهة دي. طبعا طريقة استخدام البرنامج اللي هي الطريقة العادية، ان انا بضغط على انستول وابدأ ان انا انسخ ملفات الايزو، لكن انا عايز استخدم البرنامج ان هو يصلح لي الفلاشة اللي عندي اللي ما بتقبلش عمل فورمات، وان يرجع الفلاشة تاني تشتغل طبعا من غير اي مشكلة. ازاي الكلام ده؟ عن طريق اختيار اوبشن من هنا زي ما احنا شايفين قدامنا، ومن اوبشن اختار من هنا كلير فينتوي، ده بيمسح كل حاجة موجودة على الفلاشة، يعتبر بيرجع الفلاشة لوضع المصنع. فهنختار من هنا الاختيار تقريبا رقم 4 كلير فينتوي. هيقول لي هنا ان كل الداتا اللي موجوده على الفلاشه هتتمسح، طبعا الفلاشه ما بتفتحش معاه، فهنختار من هنا يس واضغط على يس تاني زي ما احنا شايفين قدامنا. هيبدا يهيئ الفلاشه زي ما احنا شايفين قدامنا ويرجع الفلاشه لوضع المصنع، وبعد كده يجيب لي رساله لو الفلاشه سليمه ما فيهاش اي مشكله، يجيب لي رساله الفورمات كده، جاب لي اوكي هنا ان هو تم عمل اصلاح للفلاشه، وجايب لي رسالة هنا ان الفلاشة محتاج ان يتعمل لها فورمات. هنشوف هل هيقبل معايا عمل فورمات ولا لا بعد ما عملنا ضغط مصنع عليه الفلاشة. هنختار من هنا الفورمات ديسك زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. هنبدأ نختار مع بعض ستارت ونضغط على اوكي زي ما احنا شايفين قدامنا، هيبدأ يعمل معايا فورمات عادي من غير اي مشكلة، وتبدأ الفلاشة تشتغل معايا زي ما احنا شايفين كده. لو دخلت على زيز بي سي الاحظ هنا ان الفلاشة ظهرت بالحجم الطبيعي بتاعها من غير اي مشكلة. طيب السؤال الثاني، طيب انا ازاي اعمل لو الفلاشة مثلا فيها مشكلة كده صلحناها، طب ازاي مثلا احرق نسخة ويندوز على الفلاشة؟ الطريقة سهلة جدا، كل اللي علينا هنعمله لو الفلاشة شغالة معايا من غير اي مشكلة، بضغط على انستول وهيئ الفلاشة زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، واضغط على يس واضغط على يس تاني، هيعمل فورمات بامتداد الاكس فات زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. بعد ما بيخلص عمل الفورمات كده هينسخ الفلاشة بنظام الام بي ار. لو انت عايز شرح تفصيل عن طريقة حرق النظامين انا كنت شرحت الفيديو، ابقى اسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف شرح كامل. طريقة الاستخدام سهلة جدا، هو كده خلص معايا وهيئ الفلاشة وجهزها. بعد كده اقدر ان انا انسخ اكتر من ملف ايزو على الفلاشة عن طريق نظام الكوبي والبسط. هندخل مثلا على اي ملف ايزو، وليكن الملف ده مثلا ده ملف ويندوز 7، ببدا ان انا بعمل سند تو وببدا ان انا انسخه على الفلاشه او كوبي، وافتح الفلاشه زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، وكليك يمين باص دي الفلاشه اللي عندي، بيبدا ينسخ الملفات من غير اي مشكله. وهكذا بقى لو انت عندك اكتر من ملف ايزو زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ده ملف ايزو نسخناه، لو عندك ملف تاني برضو ممكن، لو عندك الملف الايزو الخاص بويندوز 11 برضو كليك يمين كوبي، وبرضو بتدخل على الفلاشة وكليك يمين بسط، وبتبدأ ايه اللي تحط اكتر من ملف ايزو، ولما بتيجي تعمل بوت للجهاز بيظهر معاك الملفات مترتبة. لكن اهم نقطة في الفيديو، اهم ميزة في الفيديو اللي هي ارجاع الفلاشة لوضع المصنع واصلاح الفلاشة اللي ما بتقبلش عمل فورمات زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده. في نهاية الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتشارك في القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.